كيف تقيم وكيف تنظر صعود مصر خلال الفترة الماضية 5 سنوات على رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، محاولة إعادة رسم الخريطة للعلاقات المصرية الأجنبية مرة أخرى، محاولة بناء الاقتصاد المصري مرة أخرى، محاولة إعادة بناء القوات المسلحة مرة أخرى، كيف تنظر وأنت يعني سيناتور الآن وعسكري سابق ومستشار سابق وسياسي محنك، كيف تنظر إلى صعود مصر وماذا تتوقع وصول مصر إلى منطقة أكبر رحابة؟ Just to finish up, دعني أتحدث أنه عندما كان الرئيس السيسي يقوم بالتعامل مع سياسات الرئيس أوباما بمحاولته عزل مصر ومنع أي شخص من التعامل مع مصر، فإنني نظرت إلى هذا الأمر في هذا التوقيت وقلت هذا الشخص المناسب لمصر، هذا الشخص الذي يستطيع أن يحمي مصر من الوقوع في الفوضى التي وقعت فيها ليبيا وسوريا والعراق. وكتبت إليه رسالة للرئيس السيسي وقلت له أن هذا هو واجبه تجاه المصريين، أن يقوم بالترشح للانتخابات. ثم رد علي الرئيس السيسي بخطاب في الواقع كان خطابا جميلا. في هذا التوقيت لم يكن هناك أحد يريد التحدث مع الحكومة المصرية، وأنا تحدثت معه وكان قد انتخب الرئيس السيسي في هذا التوقيت وقام بالعديد من الأمور الرائعة منذ أن جاء إلى الحكم في مصر. فقام بوقف الدعم الذي يقدم للإرهابيين في سوريا. إذا لم يقم بهذا الأمر فإن سوريا كان من الممكن أن تنهار وتسيطر القاعدة وداعش على سوريا ويكون لهم تأثير كبير هناك، وكان ممكن أن يقوموا بإيقاع دول أخرى. فالرئيس السيسي أنقذ سوريا من خلال منع أي مساعدات من مصر، وكذلك قام بأمور أخرى حيث قام بجعل العلاقات مستقرة مع المملكة العربية السعودية. وفي هذا التوقيت كانت مصر تريد الأموال، وكانت مصر في هذا التوقيت تريد المعونات وحصلت على المعونات من السعودية في الوقت الذي رفض فيه أوباما تقديم المساعدات لمصر، وبالتالي حصل على علاقات جيدة مع السعودية. كذلك هو قام ببناء إنشاء قناة السويس الثانية، وأصبحت الطريق هناك مزدوج وصنعها بشكل مضبوط، وقام بإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بدلا من القاهرة، عاصمة تستطيع أن تحوي 6 ملايين شخص، وفقط بناءها من لا شيء في الصحراء. هو يفكر بصورة كبيرة، يفكر بصورة جيدة، ويرى أن الروسيين أو أن الروس من الممكن أن يساعدوا مصر بمفاعل نووي. فكل هذه الأمور كانت أمور صعبة في المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر، والشعب المصري كان داعما للرئيس السيسي، ويرون الآن المقابل لهذا الدعم، لأن الاقتصاد المصري طبقا لسي ان بي سي قالت أن مصر لديها أفضل اقتصاد في خلال 10 سنوات الماضية، وكذلك هناك المنظمات الدولية تقول أن الاقتصاد المصري سيتصاعد ويتنامى بنسبة 10% خلال السنوات القادمة. إذن الاقتصاد يصعد بصورة جيدة، والرئيس السيسي يقوم بعمل علاقات جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع السعودية، مع الصين، مع روسيا، مع كل هذه الدول المحيطة لديه علاقات جيدة. لا يتدافع مع أحد ولا يقوم بأي إجراءات عسكرية مع أحد، ولكن من خلال التجارة والسلام فهو أحد أفضل الحكام الرائعين خلال اللاعبين على مستوى العالم حالياً.